في السرايا الحكومي ولحوالي ساعة من الوقت اجتمعت اللجنة الوزارية المكلفة تعديل مشروع قانون الكهرباء رقم 462 والمتعلق بتنظيم قطاع الكهرباء تنفيذا لقرار مجلس الوزراء. اجتمعت برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وبحسب معلومات الام تي في فقد تمت مناقشة بعض البنود والالتباس في فهم بعض مواد القانون كتحديد دور الدولة في عمل هذا القطاع دون الغوص في الكثير من التفاصيل، كون هذا الاجتماع هو الأول للجنة كما برر بعض الوزراء. وزير الطاقة جبران باسيل تحدث في ختام الاجتماع بشكل مقتضب جدا شارحا ما تم مناقشته. صار في بحث أولي للنقاط الجوهرية والنقاط الشكلية الواردة بالقانون، كان أكيد بحث علمي، كان في توافق على منهجية عمل معينة، تم الاتفاق للإعداد لها وطرحها بالجلسة المقبلة استكمالا للنقاش. مع الإشارة إلى أن الاجتماع غاب عنه الوزراء الأولى نحاس وأبو فعور ومحمد الصفدي بداعي السفر.